جمال شكوبك في الواقع هو من مواليد الخليل، ينتسب أسرته أيضا إلى إحدى القرى التي هي من ضحايا النكبة، نكبة 48، ومن مواليد بداية الخمسينات. درس الجغرافيا وفي ذلك في الواقع دلالة عميقة، درس الجغرافيا في الجامعة العربية ببيروت، ناضل من أجل فلسطين من داخل من الضفة الغربية وأيضا من خارج فلسطين. أيضا هو من القيادات البارزة في العمل الوطني الفلسطيني، عمل في المجلس الوطني التشريعي تخب فيه. كيف ينبغي أن نفهم اليوم ما يجري في غزة؟ أن المغاربة هم شركاء للفلسطينيين في القدس، ورغم أن الاحتلال بالـ67 هدم هذا الحي، إلا أنه ساكنة المغاربة الفلسطينيين بقوا في المدينة، انتشروا في أحياء المدينة المختلفة ويناضلون مع الفلسطينيين، هم جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني، يناضلون من أجل رفض الاحتلال ورفض تهوية القدس. وهذه سياسة المغرب التي تتواصل وتدعم صمود أهل مدينة القدس عبر بيت مال القدس، وهذا أيضا دلالة على هذه العلاقة القوية. أنا بقول بشكل عام إنه من يقف مع فلسطين في هذه الأيام هو يقف مع الحق ويقف مع الإنسانية، لأن ما يجري هناك هو حرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر حتى تاريخ اليوم. هناك حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني تمارسها إسرائيل بكل هذه الأسلحة التي لديها. إسرائيل دولة تصنف عالميا من الدول التي تمتلك أحدث الأسلحة الأمريكية، صبت جام غضبها على بقعة جغرافية صغيرة، مدينة. أنتم تصوروا أنه أكثر كثافة نيران يمكن أن تستخدم في حروب في مساحة جغرافية ضيقة وفي مكان هو الأكثر كثافة هو في غزة. نحن لا نتحدث عن حرب روسيا وأوكرانيا، أوكرانيا دولة كبرى، ومع ذلك كل من ساند أوكرانيا في حربها ضد روسيا هو جاء ليساند إسرائيل، رغم صورة مختلفة. هو مع أوكرانيا على اعتبار أن روسيا تعتدي وتحتل أرض من أوكرانيا، وقفوا معها، ولكن إسرائيل تحتل الفلسطينيين ومع ذلك هم وقفوا معها. يعني هذا حوار مهم في بيت الصحافة، والأهم منه هو تفاعل الحاضرين هم متابعين للقضية الفلسطينية من خلال أسئلتهم، متابعين بكل التفاصيل، هم متعاطفين مع القضية الفلسطينية بمشاعرهم الصادقة بقلوبهم بعقولهم. وأنا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بما سمعته من الحاضرين الذين يمثلوا نخبة من الشعب المغربي. الشعب المغربي لا يقبل، شعب حر لا يقبل الظلم الذي وقع ويقع على الشعب الفلسطيني، وهو مناصر تاريخي في الماضي والحاضر والمستقبل للقضية الفلسطينية. فشكرا للشعب المغربي العظيم. مساعدات بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، نوجه له الشكر والتقدير على هذه المساعدات التي جاءت في زمانها ومكانها المهمين، في الزمان في شهر رمضان، والمكان هي قطاع غزة الذي يعاني من يتضرع من الجوع، بالتالي وصلت إلى الهلال الأحمر لتنقذ وتساعد الناس على البقاء في قطاع غزة. وأيضا كان هناك قرار مهم عبر بيت مال القدس بمساعدة أهلنا بالقدس في شهر رمضان. بيت مال القدس يقوم بالمساعدة وتعزيز صمود المواطنين طول العام، ولكن في شهر رمضان له معنى خاص وحاجة أخرى، أيضا يعزز صمود المقدسيين أمام تهويد مدينة القدس. فشكرا للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، شكرا. بمنهجية، وأنتم تروا صور لتدمير الشعب الفلسطيني منذ الأيام الأولى للحرب، دمروا جميع الأفران في غزة، فرن اللي الناس بتحصل فيه على رغيف الخبز. طب لماذا؟ هل الأفران هي مفاعلات نووية، هي سلاح يريد تدميره؟ لماذا؟ لأنه من البداية أعلنوا أنهم يريدوا أن يقطعوا المياه والكهرباء والغذاء
عن هؤلاء اللي سموهم حيوانات بشرية، حتى يريدوا أن يجردوهم، هذا وزير ما يسمى بالدفاع الإسرائيلي، حتى يجردوهم من إنسانيتهم. وعندما تجرد أحد من إنسانيته أنت تستطيع أن تقتله وأنت مرتاح، إنه أنت لا تقتل إنسان، أنت تقتل حيوانات ضالة أو حيوانات ضارة. وعلنا هذه التصريحات. وزير آخر بيقول إحنا نضربهم قنبلة نووية. إذن النية موجودة لدى الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل، مش أنا بقول، ترامب الرئيس الأمريكي، بايدن الرئيس الأمريكي بقول إنه هاي الحكومة الأكثر تضرر في تاريخ إسرائيل، فيها الصهيونية الدينية. الصهيونية الدينية في عندهم صهيونية العلمانية وصهيونية الدينية. الصهيونية العلمانية الحركة الصهيونية التي آمنت بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. الصهيونية الدينية ترى أن الله أعطاهم هذه الأرض من البحر إلى النهر، وبالتالي لا حقوق للآخرين إلا إذا قبلوا عبيد، لا حقوق للآخرين في هذه الأرض. آخر حاخام لهم قال، كان يعطي محاضرة في مدرسة، أنه عليكم أن تقتلوا كل الفلسطينيين وأولهم الأطفال. لماذا؟ لأنه هؤلاء من يقاتلوننا اليوم، وبقول لهم هم كانوا أطفال قبل في 2008 لما كان في حرب في 2008. إذن اقتلوا أطفال اليوم حتى لا نقاتلهم بعد 20 سنة أو 5. إذا لم تقصف، وهم قصفوا المساعدات، وبالإشارة للمساعدات المغربية، يعني أنا بوجه الشكر من هذا المكان أيضا لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على هذه المبادرة اللي جاءت في زمان ومكان مهمين، الزمان هو شهر رمضان حاجات الناس، والمكان هو قطاع غزة، المكان الأكثر حاجة للإغاثة في هذا الكون وفي مجاعة واضحة. فوصلت المساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني، والهلال الأحمر الفلسطيني هو جهة يعني موجودة في الميدان، أوصلت هذه المساعدات إلى الفلسطينيين. وأيضا أرسلت مساعدات عبر بيت مال القدس إلى مدينة القدس، لأنه أيضا مدينة القدس تعاني من الاحتلال، وخاصة بشهر رمضان مدينة القدس تعاني من تهويد، تعاني من ضغط لتهجير المواطنين، تعاني من إغلاق على مدينة القدس. ونحن شاهدنا صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان بدخل الناس على العمر، يعني لم يكن، دائما يقولوا أنه حرية الأديان، ماذا حرية الأديان؟ هل الأديان تقول أنه اللي فوق 60 أو 65 يمكن أن يؤدي الصلاة، بس اللي أقل من ذلك؟